سؤال، حل المعادلة 3 أس 2 X سالب 12 مضروبة في 3 أس X موجب 27 يساوي 0. بالنسبة للطالب اللي ما متعود على هذا النمط من المعادلات يتصورها صعبة عليه، لكن بحركة بسيطة نقدر نسهلها. نقول نفرض أن 3 أس X يساوي M، كل 3 أس X راح أعوض عنها بM. هنا عندي 3 أس 2 X، إذن يصير عندي M تربيع سالب 12 تنزل، هاي 3 أس X عوض عنها بM موجب 27 يساوي 0. إذن أصبحت معادلة سهلة وممكن حلها بالتجربة قوسين الM تربيع أوزعها M وهنا M موجب بالسالب سالب وسالب بالموجب سالب 27 9 في 3. هسه نقول أما القوس الأول يساوي 0 أو القوس الثاني يساوي 0، إذن أما الM تساوي 9 وهذا ينطيني، أنا ما عندي M، عندي 3 أس X أعوض عنها، 3 أس X يساوي بدل التسعة راح أكتبها 3 أس 2. تساوت الأساسات 3 بـ3، إذن الأسس متساوية وهذا ينطيني إن الـ X تساوي 2. أو من القوس الثاني نقول الـ M يساوي 3، إذن يؤدي إلى عوض عن الـ M بـ3 أس X، 3 أس X يساوي 3، أيضا تساوت الأساسات والأسس متساوية، الـ X يساوي أس 3 اللي هو 1، هذا ينطيني الـ X يساوي 1، ومجموعة الحل هي 2 و 1. أنتظر منكم طريقة ثانية بدون ما نلجأ للفرضية، يعني مباشرة نحلها بدون ما نفرض الـ M هو 3 أس X.